السلام عليكم مشاهدينا الكرام. زلزال قوي يضرب السعودية. قبل البدء لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والضغط على الإعجاب ليصلك كل جديد. رصدت هيئة المساحة الجيولوجية بالسعودية هزة أرضية شمال مدينة الحائل بقوة 3.7 على سلم ريشتر وبعمق 7 كيلومترات. وأفادت الهيئة السعودية على حسابها على تويتر: وتبعد هذه المنطقة الزلزالية 47 كيلومترا على مدينة الحائل. وكان معهد رصد الزلازل الأورو متوسطي أعلن في ديسمبر الماضي عن زلزال بقوة 4.3 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين الكويت والسعودية.